أخبرني بالله عليك، ما معنى قول الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه؟ ولماذا يفر من أخيه وأمه وأبيه؟ لماذا يفر من أمه وأبيه وصاحبته اللي هي زوجته وبنيه؟ لماذا وبنيه؟ نعم، لماذا يا عم؟ مش قال أنت وملك لأبيك؟ صحيح، إذا احتاج الوالد، وهذه مسألة، إذا احتاج الوالد مال الولد يخلع ثيابه يبيعها من أجل الوالد. أما إذا كان الوالد غنيا عن مال الولد، ماله ولمال الولد، يأخذ منه بالمعروف، لكن يتحكم فيه ويذله ويقهره ويأخذ ماله، زي ما كان عندنا في الأرياف قديما ولعله للآن. أنت تحلف على كتاب ربنا أنك ما أنت تخبي حاجة من ورايا، تعزي منه أنت وعيالك وكله تحت السيطرة، غلط، والله حرام، والله خطأ شرعي. ابنك بيسافر الخارج، يأتي بمال غزير، أنت بتروح ما شاء الله عليك تشتري له أرض، أو تشتري أرض، تشتري مكان، تكتبه باسمك ليه؟ وبعدين إخواته اللي متجوزة بقالها 20 سنة وليها أولاد وأولاد أولاد، يجي يقول ده مال أبونا وكلنا كنا على السوا، من الظالم؟ مسألة يا للأمة انتبهي، الولد له ذمة مالية خاصة عن الوالد، والدليل من هذه الآيات المباركات من سورة النساء، من سورة النساء التي بدأها الله عز وجل بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اوعى تظلم الرحم، حتى ابنك، ابن ليه ذمة مالية خاصة. نعم، تأذنون لي حضراتكم، لما أخذ الوالد مال الولد ومات الولد، ومات الولد، صار أبناؤه لا مال لهم، لأنه كله في حوزة الجد، والجد له أبناء، وابن الابن لا يرث مع الابن، خليها لكم كده أنتم، لأن الأقرب يحجب الأبعد، ابني يحجب ابن ابني. طب ابني هذا مات وأخذت ماله وصار في ملكي، مات الولد وله أبناء وله إخوة، وأنا باق أهو، أبنائي هؤلاء يحجبون أبناء ابني فلا يرثون، وأصل المال الذي عندي بعضه أو جله أو أقله من مال هذا الولد يأخذه الذين لم يكتسبوا، وأبناؤه يحرمون. جاء بقى المشرع المصري قال خلاص نطلع لكم قانون اسمه قانون الوصية الوجبة، يبقى ياخد حق أبو إهدى. إيه اللي بيحصل؟ ليه؟ طب ما نأتي من الباب الأوسع ونقول إذا اكتسب الولد فكسبه له. يا عم عندك دليل على هذا؟ إيه والله، إيه والله، وأقبل أياديكم جميعا، انتبهوا لهذا الدليل البديع، أن الولد له مال خارج تماما عن مال الوالد، وإذا اكتسبه واحترم الوالد وأرسل المال للوالد. مش مسألة إشكال، هو أنت حضرتك لو الولد خاف منك وبعت فلوسه لحماه عشان حماه يشتري له باسمه، باسمه هو، باسم الولد، مش أنت بتزعل تقول تود فلوسك لحماك وتسيبني أنا؟ ما أنت خدت فلوسي يابا اشتريت بيها لنفسك ولأولادك، وأنا وولادي هنروح فين؟ يقول كلكم يا ابني في عينيا. سيبك من الكلام ده، إذا مات الولد ضاع ماله ما دام في حوزة الوالد. وكم من إشكال، مسألة هل رأيتم إخوة عند التفاصل والتخارج كانوا على المحبة والوئام؟ والسبب عدم الامتثال لهذا النور الذي أنزل على سيدنا وعبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. احنا امتثلنا امره،
طب ما الدليل على أن الولد له ذمة مالية خاصة ولا يحل؟ لا يحل للوالد. عارف يعني لا يحل للوالد؟ أن يستحوذ على جميع ماله. هو قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وبعدين ركز على البنات والنساء: أتى بهن أولا، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. خلاص سيبنا من دول الوقت. الشاهد هو بقى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، الأب والأم لكل واحد منهما السدس إذا ده مات، إن كان له ولد. ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث والأب الثلثين، فإن كان له إخوة فلأمه السدس والآخر والباقي للأب. ده إذا ما كانش ليه أولاد، أهم الأولاد ما فيش. أين يكون هذا وأنت قد استحوذت على مال ولدك كله؟ هذا من أعظم الدليل على أن الولد له مال مع الوالد. إذا مات الولد ورثه الوالد وورثته الوالدة وورثته امرأته بالثمن والباقي للعيال، وشكرا قانون الوصية الوجبة، مش عايزينك. لكن لما هذه المنابر لم تقم بدورها وتنبيه المسلمين على ذلك، في كل بيت النزاع، في كل بيت مشاكل، بين كل أخوين خصام ووصايا، عمكم بالذات لا يجي لي وانا عيان ولا اشوفه في جنازته. والله قال لنا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فضبط مسائل تحاب الأرحام.